ازيكم يا مواليد برج الجوزاء؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجوزاء ليوم الاثنين 10 اكتوبر تشرين الاول 2022. بالنسبة لك النهاردة يا جوزاء، توقعات العشرية الاولى مواليد 21 مايو ل 31 مايو. رحلتك تعتبر استكشافية اكتر، مع طاقتك وحماسك اللي انت كنت بتكتشفهم بشكل حديث. الوقت النهاردة يعتبر حلو علشان تبتدي في انك تكتشف فرص جديدة ممكن تأدي بيك لتجارب مثيرة مش هتعرف تنساها. هتتوخى الحذر اكتر علشان ما تتدخلش في مشروعات كتيرة مختلفة وترهق بيها نفسك. لو حصل ده هتواجه كتير من المهمات اللي بتعتبر مش تامة عندك واللي هتبقى فيها التزام كبير عليك. بالنسبة ليك النهاردة يا جوزاء، توقعات العشرية التانية مواليد 1 يونيو ل 11 يونيو. قراراتك تعتبر واضحة جدا. لو كانت الشكوك بتثاورك بشكل مؤخر مش هتعرف توصل لأي قرارات. هتشوف النهاردة رؤية واضحة لكل أمورك، هتبتدي تشعر بتوازن يعتبر كافي هيمكنك من انك تحصد كل الخير كنتيجة لأي قرار انت بتاخده. انت النهاردة قادر علشان تشوف كل المشكلات من منظور مختلف. هتلاقي النهاردة حل وسط بيقبله كل الأطراف في اليوم ده. بالنسبة ليك النهاردة يا جوزاء، توقعات العشرية التالتة مواليد 12 يونيو ل 20 يونيو. هيبقى في تناغم وطاقة، هيبدو ان كل شكوك قبل كده هتتبخر وهتبقى واضحة قدامك. انت النهاردة منشغل بانك تتقدم اكتر للقدام. هتحاول تستخدم الطاقة دي علشان تبتدي في مشروعات جديدة مختلفة هتاخد بيها قرارات مهمة. ان كل الامور النهاردة بتمشي في اتجاهها الصحيح، هتبتدي تشعر براحة بالنسبة لكل الامور اللي انت بتقوم بيها. ممكن تستمتع بالنجاح اللي بيعتبر جايلك في طريقك ما ترتبطش بكتير من المشروعات، وده لان توازنك الداخلي هيبقى مهدد شوية وهتتعرض من خلال الخطر انك تستنفذ نفسك اكتر. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، كوكب الزهرة بيعارض شيرون الصباح ده، وهيمكننا اننا نخيب امالنا شوية لاننا بنركز على اختلافات ونقاط الضعف بدل من اننا نركز على نقاط القوة في تفاعلاتنا. مؤقتا هنكون اقل ثقة بنفسنا بكل علاقاتنا وحياتنا الاجتماعية. قيمتنا واموالنا ومهاراتنا الاجتماعية هنكون فيها اكتر وعي، وممكن نكون مستائين من الاختلافات اللي بتبقى في علاقاتنا واننا غير امينين. بيستمر القمر لبرج الحمل لغاية المساء لحد ما يدخل برج الثور الثابت. هيكون بيدخل عطارد لبرج الميزان، هيبقى فيه لحد اليوم 29 من الشهر لغاية ما ينتقل مرة تانية ويرجع للوراء لبرج العذراء.